السلام عليكم، كي دايرين الدراري؟ بخير، لاباس عليكم، كلشي بخير. شي واحد فيكم يقول لي واش كاين الصوت؟ هل الصوت واضح؟ السلام عليكم الاخوه، لاباس عليكم، كلشي بخير، مرحبا بكم كاملين. حلقه جديده من ليالي ماريو. مسيمنا عبدو، لاباس عليك عبدو، بارطاجي معك هاد اللايف في داك الجروب قبل ما نبداو. الاخوان توحشتكم، والله الا توحشتكم كاملين. واحد واحد ضربني البرد شويه، مدوس على صوتي. امسي من شي ديديكاس ايمن القراني، ديديكاس ليك وديديكاس لكاع لي جون اللي تلاقيتهم هاد الايام، لا في لابستيرز لا في الفيلا ام لا في بيتري لا في امنيزيا. ديديكاس ليكم كاملين، شكرا ليكم كاملين بزاف، ونشروا الحب والسلام. بارطاجيه اماريو، راني بارطاجيه الاخت الاخوان اللي في شي جروب كي العاده. يبارطاجي هذا اللايف، هذا نهضر في هذه القصه مزيان لاول ولاخر مره. علاش غاب راه ماريو؟ نبدا نجاوب لكم على الاسئله. كنقول لكم ديما داكشي بالكانه، ديما كنبقى نبنى 20 في الشهر. اولد سكول، اولد سكول جروب العظيم. تحيه للدراري ديال الاولد سكول جروب، زوينه الدراري. ماري درتي كاع البناقي ديال الرباط. نو ماشي كاع البناقي ديال الرباط. شويه يلا الاخوان، نعطيكم 30 ثانيه بارطاجيو هذا اللايف هذا باش كلشي يتبع معنا القصه من الاول الى الاخر. غادي نشر الحب والسلام عاوتاني. يلا الدراري خذوا 30 ثانيه ديالكم. هادشي خصك 30 ثانيه تجيب حداك، عرفتي داكشي ديال شحال هادي اتاي. ياه دقيقة ديال اتاي، شي بيرات ديال اتاي، مناضة انجينيور بيولوجيك اللي سهل عليا الله. مسيم من درتي الفلوس. وي كتخلص على لي في. الله يلا ضربني البرد. بلاش بلاش، شنو كدير باش كيضربك البرد؟ شنو كدير باش كيضربني البرد؟ كندير واحد الوصفه والله الا كنصحكم تجربوها قبل ما تنعسوا. دوشوا بالماء بارد، ووص والكاع الجروبات ديال المغرب، ووص بويسونس فيمينين، المتوحشات، اجمل نساء الكون، كاع الناس اللي فادوا. اذا هاد القصه عندي ما يفيد في هاد القصه. دابا شوف بعدا المغاربه والحماق. في الاول طلق السخون، يلا نطلقوا السخون، ما كاين غير بارطاجي. خميس عبادو، تنشر الفحش والمنكر، دير شي حاجه تنفع الناس يا هاد الراجل. شنو ندير لك اخويا؟ زعما راه كاين بزاف ديال لي باج، كاين راه كاين شي 530 اذاعه في النيصات، فهمتي، ديال الذكر والحديث. لا بغيتي تتفرج جاي الفيسبوك من نيتك وكتسنى لي حتى تشد هاد الدري. المهم القصه وما يجو، علاش ما بغيتش نبدا؟ حيت كنتسنى نجمع بنادم، حيت راك عارف المغاربه يدخل شي واحد في النص ديال القصه وغيبدا عليك عاود لينا من الاول. مارطا صافا، المافيا المغربيه. يلا اللي في شي جروب يكتبوا ندير لكم ديديكاس في دقه واحده باش نبداو. جي نيشان تو مي مون غراف مارطا، ميرسي بوكو مارطا. ماريو سلم لي على عادل ميلودي. القضيه ديال عادل ميلودي بعدا تعافاكم، حتى شي واحد ما يعاود يلوح ليا شي لايف يقول لي الميلودي كيسب فيك الميلودي الى اخره. ما شنو نقول لكم؟ نو كومونتو صافي. لي سوفاج الى دياموند فاميلي اون فورس لي سوفاج، ماريو اون شامبيون بصح. يلا نبداو عاوتاني ولا غنبقاو في هذا الشيء؟ علاش ما درتيش ديديكاس للجروب ديالنا؟ ماريو واش ديك الطوف اللي كتبان فيها المؤخرة ديالك واش فري ولا فوتوشوك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هاد السؤال طرح عليا اليوم شي 20 مرة، شي ميساج كيصيفطو ليا واحد الصويرة فيها وجهي واحد بحال داير سيلفي وكاينة مرايا اللور كتبان فيها المؤخرة ديالو، وبنادم كيسول من نيتو ماري واش المؤخرة ديالك هاديك؟ واش واكل تبان ولا واكل شنو
واش من نيتك كتسول؟ زعما عندي الوضع ما عرفتش. هذيك التصويره يا صديقي منذ زمان وهي كتدور في فيسبوك منذ زمان، كل مره كي حيدوا وجه واحد وكيديروا واحد بنادم صاحبي، ما عرفتش نقول ليه بيسونس فيمينين. ميلودي باقي كيسب فيك. انا المشكل اللي عندي مع الميلودي، ما عندي معها حتى شي مشكل شخصي، زعما انا كنهضر على فقط نار برر العنف ضد ديك الاستاذه. صافي دوز. اذا القصه ديال صابرينا مع صديقها مهدي، اللي كاين انه المجتمع المدني وبزاف الناس مقسومين على جوج، النص ودي كيقول لك بان هذاك الولد مسكين مظلوم ياك، تحكم ب 20 سنه ديال الحبس، والنصف الاخر كيقول لك لا راه فعلا دارها، وبان القضاء ظلمه والامن ظلمه الى اخره. غادي نكونوا الوسط، غادي نبقاو نوتر ياك، وغادي نحاولوا نسمعوا البضع شهادات، وفي الاخر غنعطيكم رايي الخاص. وشوف دابا صاحبي ما يخليوناش نبداو نحلف عليها حتى ترمتك هذيك، لا حول ولا قوه الا بالله. وشو على الشعب زعما الشعب، شو على الشعب كي داير بصيف اخويا، ما دايرش لايف شهر ولا شهرين. الشعب كتحط ليه قصه، كتقول واحد السيد غيدوز 20 عام ديال الحبس وواقيلا مظلوم، اولا واحد البنت ماتت، يعني قصه دراماتيكيه، هو همه الوحيد واش ترمى حتك هذيك ماري ولا لا، لا حول ولا قوه. وخلوا دي المرة ألف ماشي ديالي، ماشي ديالتي، أقسم لك ما ديالتي. إذا هاد القصة كلشي كان تابعها، كلشي كان شاف الأب ديال صابرينا في شوف تيفي كيفاش كان كيهضر. كاينة واحد المعلومة كنتمنى منكم تأكدوها ليا، واش فعلا الأب ديال صابرينا حتى هو مشدود بتهمة القتل غير العمد، يعني كان سايق طوموبيل وقتل شي واحد؟ في انتظار تكملة هاد المعلومة هادي، انا كنت حاضر عيط لي نعاود لكم القصه، ما كاين حتى شي مشكل اخويا امين. الا كنت فعلا حاضر غنعيطوا لك، وقبل غادي نشوفوا واحد الشخص اللي كان معاهم ديك الليله، ديك الليله اللي كانوا شاربين فيها ياك، وديك الليله اللي غادي تطرا فيها الحادثه. ولكن قبل ما غادي نبداو غادي نشوفوا القصه اللي هي من حكايه ديال الاخ مهدي ياك، غادي نشوفوا القصه اللي هي من حكايه الاخ مهدي، وغادي نقراها عليكم، غادي نحاول نقراها عليكم من الاول الى الاخر. بلاش يقول لي واش كتسمعوا الصوت مزيان دابا باش نبداو القصه. نيشان اللايف ما كيتقطعش، الصوت مزيان. يلا العائله كلها تخربقات، 7 دقائق بلا بيا، داكشي علاش ما بغينا ترمحتك الحقيقيه. ديك ترماحه راه ديال الصنهاجي وسقاف ماريو. دابا كاين جوج حوايج، واش غادي نناقشوا الموضوع زعما كنت باغي نبقى حزين ونكون تقول بيه بان حاجه دراماتيكيه، ولكن هذا الشعب هذا اللي كيهضر ما عرفتش. يلا نبداو نيشان نقرا عليكم القصه. اذا القصه غنبداو، امين كيعاود كيقول لك هادشي من كتابه امين، كنتلاقاو من كتابه مهديش من امين، كنتلاقاو ديما في المدينه. فجاه عيطات لي صابرينا في التليفون ديال امين، قلت ليها مالك علاش كتعيطي؟ قالت لي جي عندي انا في المدينه سكرانه ومعايا نزار. هنا بدايه القصه، يعني الصديقه ديال مهدي صابرينا عيطات ليه في تليفون ولد خالته اللي غادي يكون معنا دابا امين، سكرانه ومعايا الزهر. كيتقطع اللايف ما نقدرش نقرا عليكم. اذا غادي نشوف مهدي عاود نيشان. مهدي فين؟ كتب كومونتير نطلعك اخويا، كنقدرش نقرا عليكم، كنتسنى مهدي. بان مهدي باش نبداو في القصه نيشان، بان كتب كومونتير لي فيديو. واش كتعقل على التلماحه؟ اذا حنا هنا في انتظار مهدي، اخ ابن خال امين ابن خال مهدي، باش نبداو القصه. مهدي فينك اخويا؟ راه كانوا بزاف الناس كنتسناوك.
النمرة ديال بابا تصابرين للأسف قالك مشدودة، أولا شي واحد اللي كان حاضر معاهم أولا في نوم مهدي بلاتي، أولا شي واحد اللي كان حاضر ياك وشي واحد كيعرفهم بجوج غادي نبداو معاه هو الأول. فين هو هاد مهدي هذا؟ واسي مهدي راه عيطنا لك في التليفون، كتب كومونتير مهدي، كتب عيطنا لك السي مهدي في التليفون زعما وقلتي لنا هو امين. يلا هو ولد خالته اللي هو امين اللي كان حاضر ديك الليله، حاضر ديك الليله هو اللي غادي نبداو معاه. مسي من الطرطايبه فينا هي، كيتلاقاني في الزنقه كيعجبو صاحبي. سي امين لاباس عليك؟ عليكم السلام، بخير لاباس عليك يا هانيه، كلشي بخير؟ الله يحفظك. صافا. قاد لي الصوت ديالك مزيان سي امين. الو الو، الو كنسمعك امين. مزيان مزيان ياك؟ مزيان اخويا، قاد لي صوتك مزيان. صافي وفينك؟ وفينك امين؟ امين فينك اخويا؟ رجع. في انتظار امين يقعد الصوت ديالو. هذا امين هذا هو ولد خالة مهدي المحكوم بعشرين سنة من السجن. أمين الغفوزي محكوم بعشرين سنة من السجن، هو اللي كان معاهم ديك الليلة فين طرات المشكل، وهو اللي شاف كل شي بعينيه. كنت منه أنه يقول الحق، مع العلم أنه كاينين شي ناس اللي باش نكون باش نوصل لكم داك الشيء كيف ما وصلني أنا. كاينين شي بنات اللي كعرفوهم بجوج، كاينين شي دراري اللي كعرفهم بجوج اللي رفضوا يدوزوا نهائيا، وواحد الاغلبيه منهم كيقول لك اودي هذاك السيد يديرها. علاش كيفاش؟ خليكم تكتشفوا داك الشيء الاخر. وفين كسي امين؟ الو، قد لي اخويا الصوت مزيان، قد لي كل شيء وبقى معايا. انا معك. شعل القاره اخويا على خاطرك. يلا سير اسمي. امين شحال في عمرك؟ سي امين اسال لي قارو مزيان. شحال في عمرك امين؟ شحال في عمرك امين؟ عمري 24. 24 عام. 24 عام. 24 سنه ياك. انت ولد خالت، انت ولد خالت مهدي؟ انا لا، مهدي ولد عمتي، هو ولد خالي. انا ولد خاله فينالمون. انت ولد خالو يعني ان كوزان ديالك ياك. ديك الليلة اللي طرا فيها داك الشيء انت كنتي حاضر معاهم؟ الى الليلة بالضبط، باسكو دابا نهار في المعارف بالضبط ما كنتش معاهم انا، لان في المعارف بالضبط ما كنتش. لا ما كنتش في المعارف، طراو ولكن قبل واخا الليلة كنت. هي واخا قبل من ندوزو لديك الليلة، انت كتعرف مهدي مزيان عشيرو؟ نعرف من نادي. بيان سور، الله يوجد. هتشرب انت وياه؟ كبرنا اونسومبل. كنا كبرتو اونسومبل صافي. كنتو كتشربو انت نعم. وياه؟ شحال من عام انت وياه كتشربو؟ اش نقول لك، مهدي كان بدا واقيلا في تشرب 2012. 2012 بحال هكا بدا مهدي يشرب. ما كنت بديت واخا قبل منه يعني شويه. انت قبل قبل منه بيان اونسيان. هي باش نبداو داكشي مال الاول، فهمتي؟ نفاتكو ديك الرومانه مال الاول ونجيو شويه بشويه. ما غنديروش داكشي ديال الراديو، ما غاديش نديرو امي داكشي ديال الراديو الى اخره. غادي نهضرو بحال اللي جالسين خوت دراري بيناتنا، ديجا كنهضرو بيناتنا داكشي الواقع بصح. متفقين. شنو هي اول سكره ليك مع مهدي؟ اول سكره كانت فوالا في 2012 تقريبا، في 2012 تقريبا على ما اعتقد. على ما اعتقد يعني. وما ديت شد العام اللي فات يعني في 2017، هذا العام في 2017 لا يعني خمس سنين. لا 2016 في 2016، في اكتوبر 2016. اكتوبر 2016 داكور، يعني اربع سنوات وانت وياه مره مره كتذكروا ياك. مره مره بيان سور. شنو هي اكثر مره ما ديت جبد لك فيها الصداع بسبب الشراب؟ حتى شي مره، كاينش مرة بكل صراحة. مهدي كان إنسان واخا تيشرب كان، فهمتي، تيبقى زين، تيبقى كول، فهمتي، تيبقى غير يضحك، فهمتي،
مهدي بالعكس، مهدي كان كتقلب على ماشي نقولوا الهروب من الواقع، ولكن مهدي كان ما نقولوش الوزير عاوتاني، ولكن سي دي زامي بيرسون زعما كي سيفادي ترافير الشراب، فهمتي تعيش السوق ديالو كما تيقولوا، فهمتي. اما باش ذلك يتيرا لا باش يطوند هذاك لي سيتياسيون بانه السيد يشرب ويعربط ولا يدير مسائل خايبه، لا عمرني ما لاحظتها. حتى صحابه حتى لونتوراج ديالو تقدر يقولوا يوافقوني الرأي في المسألة هذه. يعني ما عمرو، يعني ما عمرو دار شي مصيبة في الشراب ولا شي لا لا تعربيطة لا لا، نهائي. ما عمره ما كان عنده لا سكر علني لا والو. السيد عنده كاز جوديسيير تري فيرج، نقدر نقول لك تري فيرج السيد، لا مرة دار بشهادة مشادية ديالي أنايا اللي ودعمته ربما شي واحد هنا بقى يقول لا حتىش فوالا ودعمتو ولا ودخلو جنة ولا هادي. كاين الناس اللي ضربهم، كاين الناس اللي معاه في لافاكولتي باردون تما تيقولوا نفس الشهادات. وكاين نفس هنا في الشهادة تاع المناسبة السيد. السيد متقاف زعما و تري انديبوندون، فهمتي، وكان خدم كارديان ومشى عاوتاني في لافاك، كانت تقرا ديك الساعة او سيمولتاني ستادير تدير لالتيرنونس ما بين لافيت انه خدم كارديان، فهمتي، و في نو ميم طون مشى واحد وكان البلاصة كارديان كان قبل إلى آخره. كان كارديان وصابرين الطوموبيلات. شحال ديال الوقت، وصابرين الله يرحمها، شحال ديال الوقت وأنت كتعرفها؟ صابرينا كنت عرفتها واقيلا، انا تلاقيتها بعد 3 ديال الخطرات وما عرفتش تقريبا، نقول لك شي 3 شهور ولا 4 شهور مورا ان مهدي تعرف عليها ولا كان معاها ديك الساعة، مورا مهدي يعني تقريبا مهدي شي ديك 4 الساعة، شهور. يعني مهدي كان ديجا مع صابرينا حتى دازت 4 شهور عاد غادي يتلاقى بها انت ياك تقريبا انا ما اعتقد 4 شهور، ماشي بالتحديد ديجا ولكن 4 شهور. 4 شهور قبل من ديك الليلة المشؤومة اللي غادي تموت فيها هي، ديجا جلستوا اطخوا ولا خرجتوا انت وياها ومهدي؟ بيان سور، هي باش ندو معاك جينيريكمون ولا ندو معاك في لي ديتاي؟ جيني نيشان من الاخر وبالدارجة ما نجيب من امكن الاخر. باش كل شيء يفهم. ايه اسمحوا لي انا راه شويه غالب عليه الفرونسي هذا الشيء اللي عطى الله. ماشي المهم مشكل. المهم سميتو صابرين كانت عيطات في البورتابل ديالي. علاش النقطه هذه بغي نوضح للجميع النقطه، علاش عيطات لي البورتابل؟ لان مهدي ما تمتلكش بورتابل، ما عندوش بورتابل نظرا للظروف ديال عندوش شي الماديه. راه قلت لك ما عندوش بورتابل. مهدي كانت تدير معاه ديك الساعه ملي كنت شتا تقريبا 3 ديال الخطرات 4 الخطرات في حياتي. مهدي ملي كانت تدير معاه تقول لها زعما عيطي في البورتابل ديال الامين، ملي نكون معاه عيطي في البورتابل ديال الامين، اتفقوا ويا فيسبوك تقول لها بون امين راه غادي يعيط غادي يكون معايا، عيطي لي في النمره ديالو باش نتلاقاو. مهدي ما كانش واخا. عنده قبل من انسان ديك رب... الليله، يعني قبل من ديك الليله وقت ما بغيت يتلاقى بها كتعيط لك في تليفونك عاد كتلاقاو نتوما بثلاثه. لا هذيك بيان سور ما نتلاقاوش بثلاثه، حيت ما عمرني مش كنا تلاقينا بثلاثه سي فري. واحد النهار كان واحد التصويره راه كاينه كانت ديك الساعه في البروفيل ديال مهدي، التصوير مصور انا وواحد الدري حمزه ومهدي. كان هذيك الساعه عيطات لي في البورتابل، وكان مهدي اللي دوا معايا، هي ما تدوش معايا في البورتابل، فهمتيني، مهدي هو اللي تعيط ليا. ومن بعد هذا باش تنتلاقاو اونسومبل، دونك فين ما تيكون معايا مهدي تيخبرها بعدا قبل بانني راه غادي نكون مع امين باش يتيليزي البورتابل ديالو وتعيط ليا. هادشي اللي كاين. نهار الاول باش تلاقيتو بثلاثه، كيفاش جاتك السيده؟ واش ال دي بريم؟ واش عندك اباء؟ واش السيده بعقلها؟ واش حمقى؟ السيده كانت بيزار، سيدير السيده زعما اترونج، كانت تبان لي شويه في الشكل، وهذا السبب قلت لمهدي قلت لي اتونسيون راه غتجيب لك شي مشاكل، دونك من الاحسن بعد برون دي ديستونس. صافي يعني كيفاش بقى كانت تبان لك، معاها. نعم كيفاش كانت كتبان لك في شكل امين نهار الاول؟ ملي مسكين باسكو عندها تبان لي عندها دي زيدي سويسيدا، سيدير السيدة عندها نزعة انتحارية بمعنى الكلمة، عندي يعني السيدة عندك نزعة شيء انتحاري. انتحارية. علاش؟ أنا غادي نقول لك، واحد النهار كنا تناقشو تندو على الشيء ديال الميلانكولي بحال هكا الميلانخولية. إوا السيدة قالت لي بحال هكا بصراحة العبارة، هي كانت تدوها بالانجلي راه الناس اللي تعرف. قد الصوت ديالك امين. امين فين مشيت اخويا؟ قد لي الانترنت ديالك.
فكرتهم في البركة يدوز الجزيرة أو للناس تمو جمع كغاك. لا لا خلي سيدي يتكلم. الو أمين أنا كنسمعك، شنو الو كيفاش لاحظتي بأن عندهم؟ أنا كنسمعك دابا، كيفاش لاحظتي من النهار الأول أن السيدة ايه عندها نزعة انتحارية؟ ميزان انتحارية. كنا في النقاش كما قلت لك، تناقشوا شوية هادشي ديال الميلانكولي الميلانكولية والحزن وهادشي. بون السيدة قالت لي بصراحة العبارة بالانجلي، قالت لي اي دونت بيلونج ذيس وورلد، يعني انا لا انتمي الى هذا العالم. يعني هنا لاحظت بانه حتى مهدي كان عاود لي على العلاقه ديالها الاجتماعيه مع باها، اللي كانت علاقه رديئه جدا. يعني ما كان ربما خلص عليها وهذا، ولكن لم هادشي يحق راه ماشي هو كلشي. فهمتي كانت عاود لي على العلاقه بان باها سكير، فهمتي تشرب شراب الله يعفو عليه من فهمتي من هذا المنبر هذا اللي تنتكلموا فيه. ولاني كانت السيده كنت نحس بها عن طريق الجيستويل ديالها والهضره وكيفاش تدوي والنبره ديال الصوت ديالها والتحركات ديالها، بانها ماشي على طبيعتها. ديال السيده عندها بلاك مايند. كمل. ايه انا اللي كنت باغي نسولك، يا راه ماشي اي بنت في المغرب، يعني باي بنت في المغرب في 20 عام، يعني ملي كيكبر ملي كيكبروا ليها الصدر وكتبدا اللي كنقولوا كيبدا كتبدا كتفخر وكتخرج من ما كتخرج من الليسي وكتاخذ الباك ديالها وكتمشي تقرا في لافاك في شي مدينه بعيده عليها، شيء عادي انك يبداو المشاكل ما بينها وبين باها. البنت كتولي كتحتاج في واحد العالم واحد اخر، كتبغي تخرج الى اخره. با كيكون كينتمي للمجتمع المغربي بكاع داكشي اللي عنده وكاع داكشي اللي تربى عليه، كيبقى على خصك تدخل بكري فينك فين ما مشيتيش. هنا كيبدا واحد النزاعات، راه هذا ماشي سبب وجيه انها تنتحر، لان في المغرب كاينين الاف البنات اللي عايشين بهذا الشكل مع والديهم، ايه يعني ربما. هذا ماشي ولاني لا، هي كا في اي حاله تقدر تكون فيها الوسطيه انت بار موديراسيون، واما تكون زعما اكستريميست، تدير في الاكستريم في التطرف متطرفه كاع. جين سيدا هي ما كانش بحال قلتي لي دوتي على الشابات ولا هذه، حنا كاملين تنتلاقى مع الشابات، ولكن هي كان تنحس حتى في عينيها كاع ملي تنتكلم معاها تنحس بحزن كبير. راه مهدي كان تلاحظ نفس القضيه. مهدي كان قال امام القاضي، كان سولو القاضي قال ليه اودي انت عارفها بانها كانت سويسيدير، كان عندها نزله انتحاريه ولا هذه، علاش بقيتي معاها؟ قال لي انا كنت باغي ننقذها من السوداويه اللي عايشه فيها. انت مهدي كان هو باش نكونوا واضحين، باش نكونوا واضحين اخويا امين، الا جينا نحطوا مثلا هادشي كامل اللي قلتي بانها كانت عايشه واحد الحياه سوداويه ياك، وكانت عندها نزاعات انتحاريه، البلاصه الوحيده فين كانت كتحس بالامان وذاك لو غوفوج بحال اللي كنقولوا هو ما بين دراع مهدي، شيء طبيعي لان مهدي كانت كتبغيه. شنو اللي غادي كانت تحبها يخلي بيان سور. شنو كانت كتحبه، شنو اللي غادي يخلي واحد البنت ياك اللي عندها المشاكل كاملة وعندها نزاعات انتحارية إلى آخره تنتحر في أدرع السيد اللي كتبغيه وهي عارفة غتصيفطو للحبس؟ يعني نورمالمون إلا بغات ديرها ما غاديش تبغي تسبب شي ربما واحد كتبغيه في المشاكل نهائيا. متفق معك على سؤال وجيه، تنشكرك على السؤال. لان علاش؟ لان اللي تقول لك بسيكو مايند، ربما هي ديك الطريقه باش تعبرات، باش ربما هذيك كانت طريقه تعبيريه باش تنتقم من المجتمع اللي رفضها. فهمتيني؟ ربما انها كانت طريقه باش تنتقم من باها ولا من العائله ديالها، لربما طريقه باش تشهر ولا فهمتي. هذا الشيء اللي ربما على حسب كيفاش فهمتي العلم هو ديالي كيفاش اللي تشعر هو كيفاش تشعر هو المهم من عادتي كنسول الاسئله ديالك. انا كيبان لي من خلال الهضره اللي قلتها سيدي هي عندها نزاعات انتحاريه، هي مدابزه مع باها، هي ماشي هي هذيك، ولكن ذاك لو غوفيج ذاك لو غوفيج ذاك لو بوان دو ريبير اللي عندها هو مهدي، انسان كتبغيه، يعني ملي كتكون مع النقاه ملي كتشرب معاه كتنسى كل شيء، وهي عارفه حتى الى درجه كتبغيه. انا من بعد غادي نجيب معاك لواحد امور واحده اخرى في القصه يا مشاكل. مشي مشكل. يا تفضل. انا اعتقد بان اي بنت في 20 سنه يعني كتبغي واحد الولد اخر حاجه تفكر لي فيها، خصوصا هي عارفه امين
عارف مهدي العذاب اللي كان عايش إلى آخره، أنها تسبب لي في مشاكل اللي تصيفطوا للحبس. يعني كانت عارفة راسها مزيان شنو كدير، ولو لنفرض جدالا ما قتلهاش وكانت باغا تنتحر، علاش بالضبط كانت غير هي وياه؟ وعلاش بالضبط هذيك الليلة اللي قبل طراو بزاف ديال الحوايج اللي غادي يخليو أي راجل يغير؟ كتسمعني أمين؟ صحاب العمق في التفكير، في انتظار ترجع كونيكسيون، في انتظار ترجع كونيكسيون. الو أمين أمين خويا، كونيكسيون عندك الو ميتة، يعني حاول تمشي لشي بلاصة فيها، حاول تمشي لشي بلاصة ياك فيها كونيكسيون. دابا غادي ندوزو نيشان ديك يا يا الليلة، مرحبا ديك الليلة اللي غادي يطرى فيها المشكل اللي كنتي معاهم بجوج. عاود ليا من الأول إلى الآخر شنو غيطرى خويا أمين. الليلة خصنا نعرفوا بعدا لا سيكونس فهمتيني لي سين اللي وقعوا بون الا بغيتي نعاود لك من الاول من الاول خصنا نبدا من عين السبع من عين السبع شنو بدأ من عين سبع. كنا في زيارة عائلية مشينا تقريبا مع ديك الأربعة الخمسة ديال العشية زيارة عائلية للأب ديال المهدي أمين والو أخويا، كونيكسيون عند القادة. الو قالوا كنسمعك دابا مزيان. وي قلت لك امين وي عاود لي من الاول، من عين السبع الى اخره. قلت لك في سبع كنا مشينا زيارة عائلية مشينا انا والوالدة ديالي والاخ ديالي والاب ديالي كان ساق بهذا الطوموبيل بون كنا مشينا تل عند الكارتي فين تيسكن المهدي بالضبط في إقامة المسيرة مشينا قصد زيارة عائلية كنا حنا كافراد عائله غنمشي نزور با اللي كان فيه التهاب او نيفو ديال لاكور صدر في الحنجره ديالو كان التهاب بحكم ان السيد راه شحال هذه تكمل دونك فوالا كنا كنت ديك الساعه قلت للوالده قلت لها المهم الوالده بيني وبينكم قلت للوالده بابا انا نخرج يمكن واحد الكارو من بعد شو نطلع للدار عند في لابارتمون ديال مهدي شوف خرجت انا على خارج سميت إقامة ريحت ريحت بحال هكا يلا نكمل نشعل واحد الكارو قال لي مهدي هو الأخ ديالي جاي جا مهدي سلمت عليه صافا بخير ترونكيل هادي قال لي صافا شوية الوالد المريض وعلي بون جاني واحد اتصال هاتفي جاني من عند حمزة لا عند حمزة حمزة. هذا بعد حمزة ديال المرة اللي. قد أمين كونيكسيون الو كمل. جاك اتصال هاتفي من عند حمزة، زيد ناس حمزه بون دونا معاه انا ومهدي صافا ترونكيل هادي صافي حنا داخلين قال لنا رانا في سميتو في ياسمينة دخلنا بحال هكا المسير الاقامه ملي دخلنا جاني واحد لابيل الو كنسمعك. جاك ابيل، هاد لابيل غادي يكون من عند البنت اللي ماتت، من عند صابرينا. فوالا 0624 انا ما عرفتش في الاول لابيل ديني ما عرفتش في الاول اللي قلت او شنو هو هذا بون دوزت المهدي المهدي قال لي عذرائي هو مهدي كان تيسمي على عذرائي لان هذا الشيء راه فهمتي لو بوين اللي تري اسونسييل في ليستوار بون قال لي خليت مهدي تيدو معاها مشيت انا تقريبا مشي ربع ديال الخطوات بحال هكا مشيت طلعت لابارتمون تماك طلع معايا مهدي اللور دخلنا الوالدة كان ديك الساعة دورات مع مهدي عطاتو 20 درهم أيا نزلنا أنا ومهدي باش نتوجهو لياسمينة كافي ياسمينة نزلنا مشينا شدينا طاكسي من حدا البحر أون فاس الدريرة ديال عين السبع راه يعرفو البلاصة فين كاينة راه أون فاس مع بيلا مورينا كنا شدينا تماك ديك طاكسي الساعة كاين غير انت طلعنا ومهدي، غير انت ومهدي، نعم كنت غير أنا ومهدي كاين غير انت ومهدي. غير أنا ومهدي كمل. يلا غادي نمشيو المهم طلعنا في الطاكسي بحال هكا مشينا توجهنا ديريكتومون للتيرمينوس ديال الطاكسيات التيرمينوس ديال الطاكسيات اللي شدوه من الشارع ديال في عين سبع الشارع ديال ما عرفتش سميتو حتى الناسيون زوني تماك وصلنا الناسيون زوني نزلنا بقينا غاديين مشينا قال لي راه انا غادي نمشي عند صابرين راه كاينه في التشيلين كافي التشيلين
اي بون، انا راه كان في سمينه، انا غادي نكون تماك. المهم ساليتو اجي وريحوا معانا تماك. اللي صافي داكور، مشينا تفرقنا ديك الساعه في ستاسيون ديال حسن دو. مشينا ريحنا في سمينه، ريحت في سمينه بحال هكا، بعد لي خليته مشى للتيلين. ريحت تما كنت تلاقيت مع حمزه، قلت لي صافا بخير. تلاقيت مع واحد الدراري، منهم الدراري دي زامي اون كومان معايا ديك ومع الساعة هادي. مهدي، ديك الساعة مهدي مشى عند هادي صابرينا، مشى عند صاحبته. مشى عند صابرين في التيلين بالضبط. كمل. انا ريحنا بحال هكا شويه، ويجي واحد لابيل في التليفون ديال حمزه. قال ايه لي المهم سلم لابيل، قلت لي شكون؟ قال لي راه خويا بغى، قال لي يلاه معايا بعدا. قال لي يلاه معايا، راه خويا كاين في لا ريزيدونس فين ساكن هو، تيتسنانا باش نديو سميتو التيران ديال الارسنال. شنو هو المشكل؟ قلت ليه في الاول رفض، قلت ليه خليني هنا. قال لي لا لا صافي ضروري تمشي معايا. خرجنا بحال هكا، طلعنا في الطوموبيل بحال هكا، جينا لكارنين قلنا خلصوني قبل نمشي. قلنا ودي راه حنا راجعين. قال لي لا ضروري تخلصوني، يلا غادي يلا غادي دور الفولون بحال هكا، بان لينا مهدي وصابرين جايين. جايين جا طريق جا 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 بحال هكا، جايين. مهدي كان شاد صابرين من اللور بحال هكا، وكان صابرين تدير واحد المشيه ديزيكيليبري، دير ما كانش في كامل هادشي القوة شحال، العقلية ديالو، تدير هادشي السيدة شحال كانت في الساعة؟ تقريبا تكون شي 19 بحال هكا ولا 19 30، بس يعني مع ساعة السبعة ونص يعني صابرين، ساعة ديال الليل. يعني السبعة ونص ديال العشية صابرين هذيك الساعة، الكاو سكرانة هذيك الساعة سكرانة سكرانة، هادشي راه قلتو، اللي مع باسكو انا راه تقدمت محكمة وضربوا بزاف ديال الحوايج. قلتو امام الضابطة القضائية، قلتو عاوتاني قدام الوكيل المالي، السيد الوكيل المالي، قلتو عاوتاني في السيد قائد التحقيق، هادشي كامل قلتو. ان السيدة ملي جات سلمت عليا. بلاتي صابرينا ديك الساعة مع السبعة ونص ديال العشية سكرانة كتشماي، ومهدي شاد دام اللور، والمهدي شاد دام اللور ومخنطر. هي شادة من اللور. كمل. مع مسكراتية. بعد هي كانت مع واحد الدري سميتها نزهة في التيلين، هادشي غادي نعرفوه حتى المحكمة، ايه باسكو ديك الساعة ما كنتش عارف. كانت مع واحد السيدة نزهة، عبر تكييف جلسة توضح لينا بأن كانت غيالمون صابرين مع نزهة في كافة التيلين. المهم ملي جاب بحال هكا، قلت لحمزة قلت ليك لاكسوني، راه الدراري بانوا ليا. جات هي سلمت عليا، مهدي قال لها سلمي على الدراري، يعني سلمت عليا. شميت فيها ريحة الشراب، كانت فيها ريحة الشراب زعما، كانت ريحة قوية للشراب. قلت لهم بون الدراري بلا شوها دخلوا ال... ها نعم شنو كانت شاربة؟ بيرة، ويسكي، ريكار، شنو كانت شاربة؟ تكون شاربة وقلة جين جين تكون، باسكو الريحة كانت ديال جين. بون كمل. بون كان دخل مهدي وصورين. قلت له بون دخلوا نتوما اللي سمينا، حنا جايين دابا واحد شويه. دخلنا طلعنا في الطوموبيل، مشينا اون ديريكسيون ديال لا ريزيدونس ديال الريم. طلع خدنا الاخ ديال حمزه، دينا فعلا الارسنال، رجعنا اللي سمينا. دخلنا ما لقيناهمش، بان لي واحد الدري عندنا ميون كومان، قال لي ودي راه سميتو راه درت سكوندال مع هادي صابرين، درت سكوندال ومهدي رجع هنا للقهوة ومشيت تفاصلت عليه وهادي هذا من وكنت خلال، هناك. انا من خلال القصه، باش تكون واضحه امين، انا من خلال القصه اللي انا من خلال القصه اللي قريت عند مهدي، يعني اللي من الكتابه ديال مهدي، انه دخل ان صابرينا كانت سكرانه الكاو، مهدي كان كيحاول معاها باش تكالما الى اخره، ياك دخلوا للقهوه، جبدا في الاول كان جالس مع شي صحابه، ناضت جرات شي وحده من شعرها، كاينه الهضره ولا لا؟ من هذيك بعد الساعة ما كناش حنا من غادي الليل. تدخل، عارف انا كنقول لك على حسب القصه اللي كتب مهدي، هي اللي قريت ديال وفعلا مهدي. هادشي اللي من أكد بعد عليه مهدي في تكييف الجلسات عند في جميع مراحل التحقيق، إلا كاين هنا واخا في المرحلة الأولى ديال التمهيد عن قيد التحقيق ما قلتش. بون هادي ساعة ناقش توجد. لان هو كاين شي حوايج ما كيدخلوش للعقل. اسيدي مهدي كيبغي صابرينا، الحاجه الاولى جرات البنت شعرها، ياك الحاجه الثانيه نوضات واحد سكوندال مع مولات طوالات، جرها مهدي ضربها يمكن، ياك ضربها. هنا كنشوف
لاحظ معايا واحد التدرج في الاحداث غادي وكيختر شي شويه. الحاجه الاولى انه ضربها لمجرد انها جبدات الصداع مع مولات طواليط، غادي يزيد شي شويه من بعد قال لك غادي يزيد شي براهش كيعرفوا صابرينا، صابرينا غادي تبوس شي واحد من فمه، يعني الفون بغاس شي واحد من فمه ياك، وهذا الشيء مهدي كاين. القصه ما غتساليش هنا، مهدي غادي يشد صابرينا غادي يجمعها بنص غيبدا كيضرب فيها حيت باس شي واحد من فمه. هاد الهضره كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه واخا كاينه وقرب يا انا مهدي شوف معايا، امام المحكمه. واخا شوف معايا درجه التدرج في العنف. يعني المره الاولى تصرفقه على ود مولات الطواليط، المره الثانيه سكرانه غادي تشد شي واحد كتعرفو قدام صاحبها غتبوسو. انا هنا كصاحبها كاين جوج ديال الاختيارات، يا انني غادي نخليها تما وغادي نمشي في حالاتي، يا اما غنكون ما كنامنش بالعنف نهائيا ونخليها تدبر راسها ياك. الحاجه الثالثه اللي غادي تطرا، غادي تقلب كل شيء، واللي باش نكون معك صريح يعني كأي انسان عنده شويه ديال الوسائل التحليليه، خلات ليا يعني في الاول كنت متعاطف مع مهدي، ولكن خلات ليا من بعد واحد الشك كبير انه في هذاك الوقت مهدي دار هادشي هو ما شاربش، ما كانش سكران، غادي يمشيو انه لشي دار. ضرب نعم ضربها رجمع بالنص وهو ما كانش سكران. ما كان سكران، كان ساحي في هذيك اللحظه، لا باقي ما بداش لا الشرح. في هذيك الساعة واش تدو على لاسين ديال القهوة ديال كافيه سمينة ديال النص الضغطه ديال القهوه ديك الساعه كان مهدي ساحي ياك، كان ساحي. لا اكزاكتو كان ولكن هو ساحي. واش كان ساحي ولا كان سكران؟ كان مازال ساحي. كان مازال ساحي بيان سور في سمينة. واخ في سمينة. الحاجه الثالثه واللي غادي تقلب الموازين كامله، انه مشى هو وصاحبته وجابوا الويسكي وكان معاهم شي طرف ثالث ياك. هذيك الليله صابرينا باغا تزيد تشرب، مهدي بدا الشراب، صاحبهم الثالث شنو سميتو؟ حمزة. حمزه. هنا اللي غادي يطرا، بداو الويسكي صابرينا ولات كتشرب سكرات، مهدي بدا كيسكر، حمزه بدا كيشرب كيسكر تاهو. واحد الوقت صابرينا غادي تبان لها في حمزه، وحمزه غادي تبان ليه في صابرينا ياك. هنا اللي غادي يطرا ان صابرينا غادي تقول لحمزه، غادي تقول لمهدي بغيت نمشي للطواليت لتحت، بغيت نهبط لتحت، غادي ينوض مهدي غادي يهضر مع حمزه، حمزه غادي يقول ليه خليني انا نمشي معاها شوف شنو طار. يعني احنا ثلاثه ديال الناس، انا وصاحبي وصاحبتي، صاحبتي سكرات بغات تمشي للطواليت، نورمالمون انا اللي غنهبط معاها، مهدي لا خلى لان انا صابرينا هي مش مشكل تتسال. كمل قلت لك خلى صابرينا تهبط مع حمزه، تعطلوا واحد 10 دقائق طلعوا كيضحكوا بجوج، مهدي سكران سول حمزه قال لي شنو طرا، قال لي بغيت نبوسها وما بغاتش، شنو بالك فاتش واش ما كتشوفش؟ يعني نضرب هو صحيح حتى حتى زعما الغيره وهذاك الشيء. هو مهدي حتى ربما ان الحداث الانسان زعما كيامن بان ربما واخا يكون اون كوبل ديما تيحرص على ان الحريه ديال الاخر اللي معاه ديال البارتنر اللي معاه تكون دين وتحترم الحريات، واخا يكون اون كوبل مقيدين في اطار زعما زواج ولا في زعما مصاحبين ولا هادي، تبقى الحريه زعما كخاصيه زعما اسمى بالنسبه لاي شخص كيفرج هذيك. لا هو باش نكونوا متفقين على واحد الحوايج، هو في لو كوبل راه ضروري ما كيكونوا واحد الشروط باش كنهضروا على الحريه، الى نوع ديال الحريه، واش الحريه الجنسيه، واش مهدي وصابرينا كانوا ان كوبل ليبرتا جون مفرقين داك لو بوزوان فيزيولوجيك اللي هو الجنس اللي هو بوزوان حيواني،
على الحب، يعني كل واحد عنده الحق ينعس مع من ما بغى وجمعه من الحب او لا. انا كيبان لي لا، علاش؟ حيت كون كان هاد لو كا هذا، كون المره الاولى باش صابرين غادي تبوس هذاك الولد، ما غاديش يشدها مهدي يجمعها بنص ويبدا عليها بالعصا. لا، ولكن مهدي دار ردة فعل، مش ما دار ردة فعل. مهدي كان دار ردة فعل، هذا تيبين بأن مهدي تيحبها ريالمون، ومهدي ماشي سي با ان كوب ليبرتان. ولاني معنى هنا كاين فوالا، هنا تيبين بأن مهدي سي با زعما ان كوب ليبرتان، ولا تي زعما كل واحد زعما في البارتنير ديال الكوب اللي يقدر يدير أي حاجة اللي بغا في إطار زعما السيف. ها انت فهمتي اكزاكتومون. علاش؟ حيت ملي كنشوفوا في جرائم القتل في العالم كله اللي كتكون ما بين واحد وصاحبته، ولا شي وحده قتلت صاحبها، اللي كيتسمى لو كريم ايموسيونيل اللي هو ديال الحب، ايموشنال بيان سور. دائما بزاف الناس كيقول لك اودي راه مهدي، بزاف الناس كيقول لك اودي مهدي راه الله يعمرها دار الى اخره. احنا ما قلناش، انا ما قلتش، انا شخصيا ما قلت حتى شي حاجه. راه كتلقى انسان الله يعمرها دار درويش، يعني متعزلو غير هو وسط الرجال، ولكن في وقت ديال الحب والشراب وحده كتبغي تشوف صاحبك، كتولي مهيئ لواحد الدرجه كبيره انك ترتكب واحد لو كريم ولا اون رياكسيون ايموسيونيل اللي انت براسك ما كتحكمش فيها نهائيا. بيان سور، نتفق معك. لان مهدي ومهدي حتى من مورا ان نقدر نقول عنفها ديك لا سين، مهدي كان بكى من بعد، كان بكى لان حس براسو انه عنيف، فهمتي، وخداتو نفسه وصافي. ومن بعد بانه تصالح معها، وخداتو نفسه وتصالح معها وقال لها ما كاينش، ومشى وحرص بانه يمشي حتى العين السباع ويوصلها الى اخره. سادي واخا انه دار ديك لا رياكسيون ندم عليها، فهمتيني. دونك انا ما تنظنش انه عنف من اجل التعنيف فقط، واني عنفها ربما لانه حس بشي حاجه الداخل ديالو اللي حركات، وحتى عاوتاني عامل الشراب تلعب دور، فهمتي، انت الانسان تيكونش فهمتي. في عيو كامل. فوالا، هادشي اللي قلت لك، يعني انا كنقول لك المره الاولى مجرد بوسه مع واحد الانسان اللي مهدي ما كيعرفوش خلاته انه يشد يضربها وكان ساحر، ما كتشوفش بان المره الثانيه مهدي مني طرا هذاك المشكل وصاحبتك كتبغيها جالس انت وياها غادي تنوض للطواليط هي وصاحبك وغترجع، راه ماشي من الداخل، راه ماشي غتكون فرقع من الداخل، راه الا ما كنتيش ثابت مزيان وتالقتي راه غادي يخليك الامر انك توصل لواحد النقير اللي بهذوك الرسائل كاملين اللي عندك وهذوك المشاكل اللي عندك كاملين في واحد الدقيقه تقدر تشدها تهزات لوحه وانت ما عارفش. ايه صح. ولاني بالنسبه لك هذه المدينه، ما نظنش علاش ما لان نقدرش؟ ربما حتى قبيله قلت لك كاين اي حاجه راه فيها الوسطيه وفيها الاكستريميزم ديالها، فهمتيني. مادي اقدر مثلا ندوي على القضيه ديال العامل ديال الشراب، يقدر مثلا واخا كاين السكران وهادي وحركاته نفسه الى اخره، يقدر يضرب ولاني ما يقتلش. واش اللي تيشرب كل شيء قال لي تيشرب تيقتل؟ سي امبوسيبل. لا نهائيا نهائيا نهائيا، ما قلتش اي واحد كيشرب كيقتل، ولكن كاينين بزاف ديال العوامل اللي قلت لك انه تخلي الواحد يدير واحد لاكت اللي هو ما قادرش عليه، ما عارفوش نهائيا، ما عارف شنو كيدير. توضر راه هي الا ماشي حتى صاحبتك، ماشي صاحبتك، ليكس ديالك، اون اكس، ما بين ما بقى بينك وبينها والو، كنتي سكران شفتيها جالسه مع شي واحد اخر كتخربق، فما بالك يسير. بصاحبتك كتهرب معاها وجالسه مع واحد اخر، شنو غيطرى ولكن عليك؟ انا بالنسبه لشي مهدي اقدر نقول لك علاش ضربها، لان تحبها، فهمتيني. مهدي الو الو والو كونيكسيون الو كمل الو، امين. قلت لك انت شنو عاود لك مهدي؟ انت شنو عاود لك مهدي؟ كيفاش درت كيفاش انت حرات؟ حيت انا القصه اللي قريت عند مهدي جاتني ماشي نقول لك فيلم هندي، ولكن جاتني واحد شويه مستوحاه من الافلام، انه في الاخر ياك هما في السطاح الى اخره قبل ما تلاح باسته ومشى تلاحت،
رجاء نعم، بالعيان، رجاء بالعيان واش هي اخت مهدي؟ يا اخت مهدي فعلا. تعطى امين واحد الدقيقه غير تهضر هي. يا مش مشكل. انا غرج عليك مهدي. امين من بعد هي صافي. اخا مش مشكل. اعطاني غير نشوفه رجاء، ومن بعد كتب لي نفس الكومونتير اللي قلت لك قبيله بالمود باس كوم سنت لك اخويا امين، حيت مازال محتاجك. صافي يا صافي داكور. نشوف اختو حنت من قبيله هي بغات تهضر. اختي هادشي عصبني ماريو، انا اللي غنهضر تعصبت ماريو واخا اخت رجاء. المهم انا هنايا دابا بزاف ديال الناس كيسبوا، انا هنا ما كنهضرش على مهدي كشخص، كشخص اسيدي ما نقولش مهدي، كنقول اون بيرسون اكس، نهضروا على اون بيرسون اكس. ايه الله يعمر ليه الدار درويش الى اخره، ولكن كنهضروا على لو كريم ايموسيونيل، كيفاش الانسان، كيفاش الانسان يقدر يقتل ولا يقدر يدير شي ردة فعل اللي ما عمره تربى عليها واللي ما عمره كان عليها، في حاله ديال السكر الطافح وفي حاله ديال انه كيتقاس في لي زيموسيون ديالو. رجاء انا غنطلعك اختي اهضري. الاخت رجاء اكسبت الانفيتاسيون وخبي كاميرا، بغينا نشوف نسمعوا ايه الصوت ديالك. كلنا دراوش. يسال معاهم ويدوز ينحرك. ما كتعرفش، هو في الاخير، هو في الاخير ما بين جوج الناس، ما كتعرفش، ما كتعرفش نهائيا. قضية خضات. لا ماشي قضية خضات، مسلسل مغربي. لا هو داكشي علاش، داكشي علاش ديما خصكم صافي تبقاو تبارطاجيو لامور من لو بيزوان فيزيولوجيك. وبحال اللي كنقول دائما، الراجل ماشي هو اللي كيلقى صاحبته مع شي واحد وكيشدها يسلخها، غير واحد النصيحة اونتر بارونتيز للناس، الراجل هو الذي يتألق، يعني واخا تلقى ما عاد شنو كاين رد فعل ديال المغاربة كاملين وديال المغربي لومبدا، هو انه غيشدها غيصلخها، لا عطا الله كيفاش دير، وتردها الصرف وتخليها كتفكر مزيان شنو كنت كنخور. الاخت رجاء عاودي كتبي لي كومونتير، راه عايش متسنى فيك من قبيله. فين يا رجاء؟ شي انفيتاسيون، واللي باغي واللي عنده شي حاجه وكيعرف هاد لو كوبل قبل ما ترجع رجاء، فممكن يعطينا شي معلومه زائده. مش مدابز مع الحلاق واش هو على شعب كده، صعيب تفهم شنو طاري والمدينة جابت عليه في الواج وحنا كنتقاتلو. قضية القتل عندي تجربة مرة وباغي نخوي قلبي ونصيحة في نفس الوقت. دابا تصور لقاك مطلع عليا السي ياسين، ياسين قالك عنده تجربة في قضية قتل، زعما قتل شي واحد ولا قتلك في انتظار الأخت رجاء. فينا هي شي واحد يطاقيها، شكون ان ماك ات ايفر اوغي توي سا كوبين بريزومي انوسون بور لو مومون لول. لا لا حتى شي واحد ما قالك بريزومي انوسون الاخت. فينا يا رجاء، فينا يا رجاء، بلاتي نشوفو فينا يا رجاء. رجاء دابا في خباركم واحد الحاجه، بنادم صيفط لي انفيتاسيون باش يطلع في اللايف، ما فهمتش علاش بقى، علاش زعما شنو باغي يقول؟ ناخذوا شي كام من هاد الاخوات ولا الاخوان اللي مصيفط لي انفيتاسيون زعما باش يهضروا، زعما شنو غيقولوا؟ واش كانوا حاضرين؟ واش كانوا هذه هذيك اللعيبه ديال الكسيده، ملي كتكون في المغرب كتلقى 700 واحد. يلا رجاء انا نطلعك، اذا رجاء اخت مهدي انا غادي نطلعك دابا. فكنحاول ان راه لي فام فيهم كاينه اللي مرا راجلها يكون معاها راجل، وكاينه اللي خاص يكون معاها عسكري. لا نهائيا. الو رجاء لاباس عليك؟ الو السلام عليكم. رجاء كتسمعني؟ لاباس عليك؟ اذا رجاء انت اخت مهدي. ايه انا اخت المهدي. كي داير المهدي لاباس عليه؟ لاباس علي. الله كان كيهضر معايا دابا نيت. يا سلم عليه. ايه الظروف النفسية مبنى. ديالو كي دايرة؟ لاباس الحمد لله بخير. ظروف غير انا بخير. عندي واحد رجاء التحفظ عليك، حيت ما كتعرفش تسول، كتسول ما كتخليش اصلا يهضر، ما عطيتيش فرصه باش يهضر. انا في الاول ما كنتش باغي نهضر، ولكن ما عطيتيش فرصه باش يهضر.
ما كاين حتى شي مشكل اختي رجاء. يعني انا غادي نهضر، ممكن نعطيك مثال تسولني خبز. ولكن تسولني ما تبقاش تقطعني بزاف وخليني نهضر. ما غاديش نقطعك اول نهائيا، حاجه غير بغيت نصحح واحد خليك النقطه، حاضر. حيت انت قلتي بان مهدي ضرب صابرين في ياسمينة، ما ضربش في ياسمينة. صابرين نوضت لي صداع، كانت شافت واحد ملي خرجوا، هما خرجوا من ياسمينة مشى هو وياها، وما شافت واحد الدراري باسلين وتبعاتهم. المهم بدات كدير معاهم البساله، من هاد المهدي زعما كاينه مشى عندهم ويجي هو صافي ضربوا معاه، ضربوا معاه قال لها شتي راك جبدي لي الصداع وهادي. نادو هادوك نادو خرجوا الدراري من ياسبيرا وضربوا معاهم صافي، ومشاو معايا، مشاو للمدينه، طلعوا عاودوا رجعوا للمدينه، خداو طاكسي احمر. لو شو واش سمعت؟ غنهضر غادي تقطعني. المهم خداو طاكسي احمر، كانت عندها هي 35 درهم، وهو كان عنده كيف عاوداني اسم مهدي في القصة، مشاو على اساس شنو؟ مشي ده على اساس كيفاش مني الثاني مكتوبة على اساس باش يديها الطوبيس ديال 900 باش يوصل باش تمشي للمحمدية عند باباها وماما، حيت اصلا ما كانش كاينة في صوتك كيتقطع رجاء، رجاء صوتك كيتقطع، صوتك كيتقطع رجاء اختي رجاء. سير لشي بلاصة فيها كونيكسيون مزيانة. والأخت رجاء دابا كتقول لي مش هو رجاء اختي صوتك راه ما كاينش. رجاء مشات عاود كتب لي كومونتير اختي رجاء باش طلعي. اختي رجاء عاود كتب لي كومونتير. هي رجاء اخت مهدي واحد السؤال، واش كانت حاضرة معاهم؟ لا اكيد ما كانتش حاضرة معاهم. ماريو انت الوحيد اللي عندك كونيكسيون. دابا 70 واحد باغي يطلع يهضر، ما فهمتش علاش. مول واحد سميتو، شوف واحد باغي يهضر على القصة، شنو سميتو؟ مول سكانيا. اش من شهادة عند مول سكانيا؟ واش كنتي دايز وبانو ليك؟ اخت رجاء عاود اكتب لي كومونتير، انا غادي نطلعك دابا. بالنسبة للناس اللي كيسولوا شنو طاري، هذه قصة كترجع لعام اللي فات، ندير واحد البنت باتت مع صاحبها، لغد ليه السيدة صبحات ميتة مليوحة من ليطاج الفوقاني. كاين اللي كيقول بأن والو رجاء أختي بهذا الكونت هذا، ولا يمكن بهذا التليفون اللي درتي، ما كيبغيش يطلع ليا اللايف، ما كنقدرش نطلعك، رجع عيد لك التليفون اللي كنتي فيه قبيلة. رجع أختي رجع عندك التليفون اللي كنتي فيه قبيلة باش نطلعك، حيت والو والو بلاتي رجاء بالعيان. وفين كرجاء؟ والو كيعطيني بلوكي رجاء، سيبخيمي لي كومونتير، ايبانك لي سي كومونتير، ما كتعطينيش لانفيتاسيون. يعني حاولي ترجعي للتليفون، حليه من داك التليفون اللي الفيسبوك ديالك رجاء، حليه من التليفون اللي كان عندك قبيله ياك، وخلينا نسمعوك انت، يعني انت اكثر وحده غتكون كتعرف مهدي. شعب عجيب، والله العظيم لا شعب عجيب، ديال شي شحال 75 واحد باغي يهضر، ما عرفتش علاش. علاش رجاء بالعيان هي اخت مهدي؟ نعم هي اختو. ما مهدي جيت تفرج بدي لوفت وتر عليه، خدم الداكا وخد النمرة صوني عليها احسن. ايه التليفون الاخر ما عنديش اختي، ما عنديش. هي غادي تعاود لا فيرسون ديال سون فخير، حيت كاين شي لا فيرسون ديال لو بير ديال صابرين، فوالا ماشي غتجي من خوها، ما تعاودش نوقع على حساب ما قال خوها. اه راه من قبيله وانا كنهضر على حساب ما قال خوها. لا فيرسون الاخرى حتى شي واحد ما عارفه، لا فيرسون الاخرى حتى شي واحد ما عارفه. كاين شي وحدين اللي شاهدوا في ماديك، اللي هما لي زامي كوما بجوج، وما بغاوش يدوزوا على حساب. فحنا دابا بغيتي نسمع لا فيرسون ديال اختي رجاء. والو والله ما بغى يطلع نهائيا. عرفتي شنو؟ كتبي لي في ميسنجر، نحاول نطلعك باغ فوا من الميسنجر،
يلا اكتب لي في ميسنجر، راني بصيفط لك ميساج نجرب كيفاش نطلعك من الميسنجر. انت فقير والناس تجري اوبو. ملي سمعت هاد القصة عرفت بلي ان شاء الله غنحرر فلسطين، الله يعطينا وجهكم. لا شي حاجة واحدة اخرى، هادشي كيخلع. واش غادي نقول لك، هو اش غادي نقول لك، كقصص شخصية، كقصص شخصية اللي كيطرا أغلبية المغاربة. كاين صديق مثلا، كاين صديق اللي هو كنعرفو مزيان، اللي كان الله يحفظ غيطرا ليه نفس الحاجة غير السيمانة اللي فاتت. يعني جاب واحد البنت شي جوج سيمانات هو مصاحب معاها، دخلها للدار سكرانين تو فا بيان إلى آخره. سيدة شنو ناضت دارت؟ ناضت للطواليط، هذيك جيلات باش كيحسنوا الوجه، هرساتها حيدات هذيك الزيزوار اللي فيها وبدات كضرب يديها، بغات تنتحر. وتصوركم انتحرت عنده في الدار. داكشي علاش الانسان ماشي اي وحده تلاقى بيها يتم جايبها لدارو، ماشي اي وحده. عارف راسك مع من، عارف البنت كيفاش كتفكر، ما تبقاش حاله وفرحان. عارف ريوسكم مع ما كتكونوا صابرين. اختي مازال كنتسناك تصيفط عليا ميساج. عافاك، بزاف ديال الناس ما عارفينش القصه، انا براسي دخل يوتيوب دابا عاد عرفت اش كاين. بزاف ديال الناس سي تري فلو، مي بو موا سي اون هيستوار دو كوبل كي مال تورني وصافي. لا هو ليلى، هو اون هيستوار دو كوبل كي مال تورني، متفق معاك، ولكن راه ميمكنش تحبسها هنا، حيت فيها واحد المأساة، فيها واحد البنت ماتت، فيها واحد الولد في الحبس. ماشي واحد ليستواغ دو كوبل كي مال توني وصافي، الدري مشى تصاحب والبنت مشى تصاحبات. ماري واش مشكون حتى هي كتكدوي وهي ناعسة، ما رضاش وهي ناعسة خرجت من الشرجم. رجاء ماشي صبري، رجاء. مسيمنة والله ما فهمت شي حاجة أختي، باش نعاود ليك القصة من الأول حتى الآخر. عرفتي شحال خاصني، أنا في بلجيكا واحد صديق ديال واحد العائلة جا عندهم، حيت ما بغاش ينتحر في دارو، إذا أنت قد تكون انتحرت. وشوف هذا، شو هذا على قصة باغي يعاود كي داير. قال لك شي واحد مشى لبلجيكا، شوف بنادم واش بعقله، زعما بغاني نتيق هاد القصة. قالك هنا واحد الصديق عنده، جا عنده شي واحد من بلجيكا وناض دخل الطواليط انتحر، وقبل ما ينتحر خلى ورقة مكتوب فيها بأنه ما بغاش ينتحر في داره. زعما ما بغاش ينتحر في داره، ما بان لي غير ينتحر في دار صاحبه، وخلى ورقة. وعلاش دار إعادة تمثيل الجريمة؟ واش بزز؟ هاد الأسئلة كانوا بغيت نسولها الأخت رجاء. Moi je dis que peut-être c'est un homicide involontaire. ما بغيتش نقول انا شنو بان ليا، حيت الانسان مع الوقت، كيكون غادي وكيكبر في العمر ديال 20 عام. الا سمعتي صاحبتك كتخونك مع شي واحد، كتكون عندك واحد اون رياكسيون ايموسيونيل، واحد رد فعل عاطفي، ودائما هذاك رد الفعل العاطفي ما كيخلينا نخرجوا بشي حوايج خايبه، مع الوقت، مع العلاقات، مع شوية القراية الكتوبة. ما اليوم نقدر نطلع نهضر في اللايف؟ إيه تقدري تطلعي تهضري يا أميمة، كتبي كومنتير. قلت لك مع الوقت، مع العلاقات، مع شنو كدوز في حياتك، كتقول لي كتوصل لواحد الدرجة كتعرف راسك، كتزاد بوحدك. النهار الأول كتغوت بوحدك وكتعيش حياتك بوحدك، ومع الاخر كتموت بوحدك، وجميع الاشخاص اللي كيدوزوا في حياتك هم مجرد ارقام، خاصك تكون مع الرقم اللي هو غادي يجيب لك جاك بوت في حياتك، اللي غادي يخليك تزيد لقدام وتكون مرتاح في حياتك وتكون بخير وتكون عايش في ديك السعادة المطلقة. اما اذا كنتي مع شي شخص، يعني بنت ولد